السفير طبعا الازدواجيه والكلب مكيالين، احنا عارفين السياسه الدوليه دي، لكن على خلفيه الانتقادات دي، هنا السؤال الانتقادات في محلها ولا ايه؟ يعني عشان نكون صراحه مع نفسنا، يعني قضايا حقوق الانسان او الملف ده ما هوش في ابدع صوره يعني في مصر حاليا. مظبوط. انه برضو في ظروف استثنائيه، في تجاوزات يعني وحتى وزير الخارجيه امبارح قال خلي الرأي والحكم للشارع أو للشعب المصري هو اللي يقول الرأي العام. بس هنا فالرد بقى إن الانتقادات دي في عندنا ولا ما عندناش. هنا أنا بقول علني، أنا عاوز مصر تكون تحترم الإنسان وجودة الحياة ترتقي جدا في التعامل بين الفرد والسلطة، بين الفرد العادي والبوليس، من أجل المصريين، مش عشان بره يقول علينا إيه وزير خارجية أمريكا يتبسط مني. وإذا اتبسط لأن أنا ماشي كويس متشكرين قوي. لكن انت جبت سيره اختنا الفاضله فايزه ابو النجا، لما هي كانت ماسكه الملف وهي ست طبعا جدا عانت منه كثيرا يعني. قلبت عليها وقتها، فكان جاي وفد اوروبي برضه، ومن ضمن الحاجه اللي على الاجنده قضايا الجمعيات الاهليه في ذلك الوقت. وهي الحقيقه غابت فكلفتني ارد. انا رديت الرد الاتي: والله احنا مستعدين نلعب معاكم اي لعبه انتوا تختاروها، نلعب كرة بس نشوط بالرجل، نلعب باسكت بول نشوط بالايد، انما انتوا عاوزيني العب كرة قدم وانتوا تلعبوا تمسكوا كرة القدم بايدكم. فنحن على استعداد ان نطبق اي لعبة في الدنيا بشرط ان تنطبق المعايير اللي انتوا تطبقوها علينا، زعل عشان حكاية الجمعيات الاهلية. انت عاوزني اسمح بجمعيات اهلية لا تسجل نفسها ولا تظهر ميزانيتها ولا تقول الفلوس جاية منين؟ ده اسمه رايت اوف استابليشمنت، حق الانشاء. هل انت هتديني حق الانشاء عندك؟ يعني هل مسموح لي انا اروح اعمل جمعيه مصريه في امريكا او في المانيا دون ان اخترق، والاموال تدخل وتخرج دون ان اخترق؟ مستحيل، مفهوم. اقول لك حاجه هختم بيها عشان تعرفي الى اي حد هم نمكيين. انا عشت في المانيا فتره، وبعدين عندي حساب في البنك، اكبر بنك، عاوز اشتري عربيه، فواحد عرض عليا عربيه في مصر بس هبعت له الفلوس عن طريق لندن. فامرت البنك بتاعي وانا واقف: حولي لي 2000 دولار على الحساب الفلاني. فطلع في الاستماره بيقول لك: ليه بتحول فلوس؟ بالظبط كده. صح. فانا اعتبرت ده تدخل سخيف، دخل في فلوسي ليه؟ فقلت لها: اصل بلعب قمار، بتريق. فالست بكل براءه كتبت جامبلينج. الله. قلت لها: بهزر. بس يعني هي ما يهمهاش، بس يعني قول لي السبب. هو لا يسمح بتحويل فلوس من حسابي لحساب اخر من المانيا لانجلترا، والاثنين دول ديمقراطيه، دون ان اقول السبب. لازم يبقى في سبب.